تعالوا نروح لتقرير مهم جدا، جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية في أسبوع، وده الحقيقة جهود مهمة جدا في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، وذلك لمكافحة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة اللي بتؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرار لطبعا دورها ودور يعني اللي بتقوم بيه بكافة القطاعات الأمنية، وده طبعا في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة اللي عدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. كمان وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، وعملت الحقيقة حملات أمنية كثيرة في مجالات كثيرة، وأسفرت عن جهود يعني كبيرة جدا خلال أسبوع عن تحقق النتائج الإيجابية. تعالوا كمان نتعرف أكثر في هذا تفاصيل أكثر في هذا التقرير، ثم نعود ونستكمل معكم ما تبقى لدينا الليلة من أشياء مهمة في التاسعة. تفضلوا. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6327 قضية تمونية متنوعة، وضبط 1333 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 7020 أرجيلة، إضافة إلى غلق 5267 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 51696 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9193 قضية تمونية متنوعة، من بينها 204 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 40789 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 24 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 481703 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8965 قضية تمونية بمضبوطات وزنت 2139 طن و876 كيلو سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 251651 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 30577 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3923 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 202 سائقا منهم. كما تم المرور على 241 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 802 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية سائقين منهم. كما تم فحص 792 مركبة، تبين مخالفة 26 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 415 سيارة و68 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 20144 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 283 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات شركات سياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 75061 قضية
في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 61,830,645 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 253 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبط خلالها 158 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، كما تم ضبط 95 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 23 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 138,754,105 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,722 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,188,457,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 9,645,793 جنيها.